مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم رغم أنه حديثنا اليوم قد يكون نوعا ما قاسي على مجتمعنا اللي عنده نظرات مختلفة. بلا شك كلنا عشنا نهاية هذا الأسبوع القضية ديال الطفل عدنان، وماشي هي القضية الأولى ولا الأخرى، وربما هي القضية اللي كان عليها إشعاع كبير. علاش؟ حيت تبعنا المراحل ديالها منذ الاختفاء ديال هذا الطفل هذا وصولا الى المقتل ديالو بطريقه بشعه من طرف المغتصب ديالو. طبعا الحال هاد القضيه هذه عرفت جذب اخذ رد بين مشاعر انسانيه اللي من طبيعي انها تكون ثائره، وبين افكار مختلفه اللي طرحت نفسها للنقاش سواء عبر الصفحات الفيسبوكيه او عبر المجتمع المغربي بصفه عامه. أيضا المسألة كان من شأنها أنها تخلق نقاش فيما يخص سلامة أبنائنا. صبح كيتطرح السؤال، واش قادرين نحمي وليداتنا ولا لا؟ واش كننبهوا وليداتنا من الغريب ولا لا؟ واش حنا اليوم في مجتمع سائر بقانون الغاب اللي قدر يفترس شي فارسة يزيد بسم الله؟ وكاين اللي يتهم النساء كونهم أنهم هما المشاركات في هذه الواقعة، بحيث انهم الى لبسوا ولا اهتموا بنفسهم ولا 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 كيساهموا في اثاره الرجال، شيء اللي يمكن يؤدي لانحراف جنسي مشابه. ومنهم اللي قال باللي المساله هي مساله اخلاقيه واللي كتستدعي نقاش موسع. بالقيل والقال اليوم كنفتحوا النقاش، ولهذا الغرض مشرفين ضيفات كريمات اللي معاهم طبيعه الحال غادي نتناقشوا غادي نتواصلوا وغنحاولوا نحطوا الأسبوع ديالنا على موضوع اللي أكيد أنه عنده جذور في مجتمعنا، لأنه ماشي موضوع وليد اللحظة، ولكن حادثة نهاية هذا الأسبوع خلات أنه مجموعة من الأمور تحرك ومجموعة من النقاشات الراكدة مرة أخرى تطفو للسطح. لهذا الغرض اليوم كنستضيف معايا السيدة إيمان هادلاموس، وهي مساعدة اجتماعية بإيطاليا. مرحبا بك للا إيمان. بارك الله فيك. أحوالك طيبة على خير؟ لا بس الحمد لله كل شيء بخير. الله يطولنا عمرك ومرحبا بك وشرفنا. ربي يخليك. ايضا حاضره معنا الاستاذه مريم جمال الادريسي، محاميه فاعله حقوقيه واستاذه باحثه في العلوم القانونيه. مرحبا بك لاله مريم. يكبر بك لاله سكينه، شكرا على الاستضافه وتحيه للزميلتين اللي غيكونوا في هذا الدواء. مرحبا. اهلا اختك، مرحبا. وايضا كنرحب بالدكتوره ايمان اخير، وهي طبيبه نفسيه للاطفال. مرحبا بك لاله امينه، لاله ايمان عفوا، مشرفانا ومنورانا. مساء الخير سكينه، مساء الخير ضيفات الكريمات. كنشكرك على الدعوه وكنشكرك على الاهتمام بما وقع في كل ما يخص بالواقع ديال المجتمع المغربي، والاهتمام بهذا الموضوع اللي كان عليه واحد الاخذ ورد كثير في هذه الايام الاخيره. أكيد هاللي بأنه نقاش غينطلق من عندك دكتورة إيمان. مي كنتكلموا يعني كما كنقولوا بالعاطفة الإنسانية، كنا استنكرنا الموقف، يمكن كانت عندنا بعض ردود فعل عنيفة جدا، ولو تجردنا من الرؤية أو لا من كما كنقولوا الوضعية الاجتماعية ديالنا اللي كتفرض مجموعة من الأمور، كان ممكن أنه الإنسان يقوم بعد التصرفات الأكثر عنف وأكثر وحشية تجاه الواقعة وكيفاش حنا شفناها. ولكن بين تحليل نفسي وبين أخذ ورد، كثير من الناس كيقولوا بأنه ممكن المغتصب يكون تعرض للاغتصاب في الطفولة دياله، الشيء اللي خلى عنده هذه النزعة الانتقامية اللي كتطور من بعد. وكاين اللي كيقول باللي هو انحراف جنسي كيقدر يوقعوا فيه بعض الناس، ربما ما كاينش سبب رئيسي، ولكن كيوجدوا المتعه واللذه الجنسيه ديالهم مع اطفال صغار. وكاين منهم اللي قال باللي هذا دمار شامل داك الطفل، لانه لحظات صعيبه مر منها وربما لحظات قاسيه اللي مر منها، اكيد انها خلات الاثر عند العائله ديالو، ولكن لو بقى في الحياه كان غيكون العذاب ديالو اكثر واكثر جراء هذه الحادثه اللي مر منها. لا كيف ما قلتي يا سكينه، بالنسبه لفاش كنهضروا على الظاهره ديال البيدوفيليا ولا او الظاهره ديال الاشتهاء ديال الاطفال لهذا الصغار، ملي كنقولوا الاطفال يعني اي طفل او مراهق باقي ما وصلش لسن الرشد القانونيه، فكتعتبر بانها كتكون ظاهره مرضيه. واللي فاش كنقولوا مرضيه ديما كاين
تكون وراها أسباب. هاد الأسباب كاين منهم بزاف، كاين أسباب اجتماعية، كاين أسباب بيولوجية، كاين أسباب بسيكولوجية، كاين أسباب اللي كيف ما قال لك كتكون عندها علاقة بالقصة ديال الأسرة ديال الشخص والماضي ديالو، حتى نوع العلاقات اللي كانت عند الشخص واللي كتكون العلاقات كما قال لك إما نقدروا نقولوا ديال لي فريكونطاسيون، يعني الناس اللي تلاقى معاهم في حياته، حتى الأول علاقة جنسية اللي كان دارهم في حياته، يمكن حتى كيف ما قال لك دابا الاختلافات اللي ولات في المجتمع، العلاقة بين المرأة وهذا والراجل تبدلت بزاف، الضوابط الاجتماعية تبدلت بزاف، ولات عندنا واحد يعني واحد الفلسفة ديال العنف وديال سهولة ديال الوصول لهذا المتعة، كلهم هاد المتغيرات إلا كيخلقوا واحد اضطرابات نفسية اللي كتأدي بعد النوع ديال هاد الجرائم. فاش كان الناس بالنسبة للناس اللي تكلموا سكينة بالنسبة كيف ما قالوا فسروا أنه الشخص اللي دار هاد العمل الإجرامي عنده علاقة بالمشاكل النفسية وبلا راه هو براسه كان يمكن فاش كان صغير كان تعرض للاغتصاب وغيرها، هذه حاجة مختلفة، لأنه باش تكوني عارفة سكينة راه تقريبا بالنسبة للناس اللي عندهم الاضطراب اللي كنقولوا حنا ديال البيدوفيليا تقريبا 1% في العالم، وماشي كلهم كيدوزوا العكس، ماشي كلهم كيوصلوا للجريمه، يعني راه كاين واحد المسؤوليه قانونيه ومسؤوليه كما قلت حتى ايتيك يعني اخلاقيه ديال فاش كيكون عندنا واحد الانحراف سلوكي، اننا كيكون عندنا مسؤوليه ديال الضبط ديالو ومسؤوليه ديالنا اننا نقلبوا على العلاج ديالو، ماشي كنوصلنا اننا حتى كنوصلوا به للجريمه. نعم ولا سمحتي لي اكيد انه غنزيدو نتفرعوا اكثر في النقاش بطبيعه الحال، وهذه ظاهره للاسف اللي صبحت عندها جذور، صبحت كتشكل واحد الخطوره اجتماعيه، مساله اللي ما كتنفيش الجانب القانوني اللي خاصو يكون ردعي في هذا الباب هذا. وغادي ننتقل عند استاذه مريم. استاذه مريم، بين منادين باعدام الجاني وبين اخرون اللي كيقولوا بانه رغم ذلك خاصو يمر من حكومه عادله قد تصل، يعني هادشي ما كيمنعش انه ما كيقولش انه يتنفى مبدا يعني المتابعه ديالو، ولكن قد تصل الى المؤبد، قد تصل الى احكام تكون قاسيه ورادعه، احتراما للمواثيق الدوليه واحتراما لحقوق الانسان واحتراما لمجموعه من الامور يعني اللي خلات انه المغرب يكون من الدول اللي ما بقاتش كتقوم بتنفيذ حكم الاعدام، وربما من اخر حكم اعدام كان 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 يعني كان تنفذ في المغرب اللي كيخص القضيه ديال تابت، من بعدها مباشره يعني كانت هذيك اخر اعدام تنفذ في المغرب. فشنو هي قراءتك للجريمه كجريمه، الوضعيه القانونيه والصوره اللي ربما كيتكلموا عليها الناس اليوم في الشارع حرقه على فظاعه المشهد اللي احنا عشناه هاد نهايه اسبوع؟ شكرا سكينه. اولا كيخصنا نعرفوا جميع ان الظاهره الاجراميه هي ظاهره قديمه بدات مع المجتمعات منذ البدايه، وكانت ردود الافعال تجاه اي جريمه كانت يعني فيها هاد العقوبه الفوريه ديال القتل بالقتل والسجن بالسجن والعين بالعين، وهاد الامور اللي غادي تغير مع تغير المجتمعات ومع ظهور فلسفات جديده ودراسات ومدارس فقهيه مختلفه لا في علم الاجرام ولا في علم العقاب اللي عندها واحد المقاربه شموليه للظاهره الاجراميه. لان الاشكال ملي كنهضروا على الظاهره الاجراميه وكنختزلوها في الشخص الجاني كيكون واحد الحيف او واحد الظلم في حق هذه المعالجه ديال الظاهره الاجراميه، لانها شان مجتمعي كتعني المجتمع كامل، كتهمه لانها كتعلق بالامن ديالو ديال الاستقرار ديال العلاقات وديال الاحساس بانك في دوله امنه، على الاقل ما تكونش فيها عدد الجرائم مرتفع، او على الاقل اذا كان موجوده جرائم ما تكونش بهذه البشاعه وبهذه الفداحه وبهذه الخطوره. وبالتالي ملي تطورت المدارس الفقهيه وتطورت كذلك المواثيق الدوليه الناظمه لحقوق الانسان كان عندها واحد التاثير على القوانين الجنائيه في مختلف الدول بما فيها المغرب. اكيد انه كاين دول لا زالت متمسكه بعقوبه الاعدام لا من حيث التشريع ولا من حيث التطبيق. حنا عندنا اعدام موجود في مجموعه القانون الجنائي وفي قانون اخر ديال قانون العدل العسكري، ولكن عندنا واحد الاتجاه نحو الالغاء نوعا ما بعدم التطبيق، وكاينه دول بحال فرنسا اللي الغات عقوبه الاعدام. علاش النقاش كيتفتح؟ لانه كاين حق في الحياه وهاد الامور اللي هي حقوقيه، وكاين الناس اللي كتواجه هذا الاتجاه وكتقول لك حتى ذاك اللي تقتل ضحيه وحرم من حقه في الحياه. ولكن السؤال اللي مطروح
واش رد الفعل المجتمعي هو رد الفعل العادي اللي كيبني تينبني على الانطباعات والاحاسيس والعواطف والرغبه في الانتقام. اكيد ان المجتمع عنده مفروض من خلال المؤسسات اللي كتمثله ومن خلال الاجهزه المعنيه بوضع سياسه ديال التجريم والعقاب عنده منظور مختلف، لانه تيشوف كيف يجفف منابع الاجرام، كيف يتصدى للجريمه بدءا بالوقايه والرصد قبل ان نصل الى مرحله العقاب. ولكن إذا وصلنا إلى مرحلة العقاب بطبيعة الحال أي متهم له الحق في أن يحاكم محاكمة عادلة، له الحق في أن يعرض على القضاء وأن يمر من جميع المراحل بما فيها البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي ثم يعرض على المحاكمة. القاضي له من الآليات ومن الوسائل ما يمكنه من تفريض العقاب، وبالتالي هو اللي غادي يشوف الفصول ديال المتابعة اللي ضمنت في قرار الإحالة أو في صك المتابعة من طرف النيابة العامة، وغادي يشوف العلاقة بينها وبين الوقائع التي بين يديه، وحتى الخبرات الطبية اللي ممكن تكون في الملف، الأدلة واش قوية ماشي قوية، كلها أمور اللي احنا كنعرفوها كتكون في المحاكمة اللي كيخلص فيها القاضي بناء على سلطته التقديرية باش يفرض العقاب واش يقول عقوبة قاسية مؤبد أو إعدام. أنا اللي غادي نقدر نقول هو أن هذا الموضوع هذا غلب عليه العواطف بواحد الشكل كبير، وهذه مسألة ماشي منتقدة، بالعكس عندها واحد الشق إيجابي. الشق الإيجابي هو احنا كنحسوا ببعضنا البعض، كنعتبروا وليدات اللي كاينين في البلاد ديالنا كلهم وليداتنا، وكنحسوا بداك الألم وديك الحرقة ديال أم الضحية. ولكن أون ميم طون كاين واحد الشق سلبي اللي هو التسرع، هو تأييد ثقافة شرع اليد بدل تمسك واحترام مؤسسة اللي هي مؤسسة القضاء اللي كيبقى مستقل وبقى ما قالش الكلمة ديالو، بقى معطيات ما توضحتش بشكل جلي اللي يمكن احنا نصدروا احكام قيمة. خصنا يكون عندنا واحد الاحترام للقانون والقضاء، والقضاء باش ما قضى اكيد ما غاديش يكون متساهل اذا ما ثبت ان المسؤولية الجنائية للمتهم أو للمشتبه فيه هي قائمة بشكل لا يدع مجالا للتساهل أو لتمتيعه بظروف التخفيف، وبالتالي يمكن يحكم بالإعدام، لأن الفصول اللي كاينة ديال القتل إذا اقترنت بجناية أخرى تصل إلى الإعدام. كذلك الفصل 474 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالاختطاف إذا كان هناك موت تصل للإعدام، وكلها عقوبات في المشرع كان قاسي، والحد الأعلى هو عقوبة الإعدام، ولو أن الإعدام ليس بعقوبة لأن الموت عمره ما كان عقوبة. تفسير ديال العقوبة لا ينسجم هو الموت، لأن العقوبة هي إيلام الجاني وإحساسه، خصو يكون إحساس بأنه اقترف جريمة خصو يتعاقب عليها، خاص يكون عنده ذاك البعد الإصلاحي إلى غير ذلك. العقوبة عندها تفسير، والإعدام هو موت، هو نهاية الحياة. دونك وجهات النظر تختلف، ما بغيناش ندخلوا في النقاش اللي أنا اعتبرته نقاش سياسي موازي لهذا القضية، ما يمكنناش نفتحوا هذا النقاش الآن. اللي يمكننا نفتحوه هو عدم الإفلات من العقاب، هو التحقيق في الملف بشكل جدي، هو استبيان واستجماع الأدلة بشكل واضح حتى لا يكون هناك أي تجاوز، وأن هذا المتهم أو المشتبه فيه يمر من المراحل اللي وفرتها له قانون المسطرة الجنائية ويتحاكم، ولكن مسؤولية جنائية كاملة يجب أن ينال عقابه. هذا هو اللي نقدروا نجبروا به الضرر أو نوفروا به سبل الانتصاف لأي ضحية كان، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالأطفال. نعم، حنا غنرجعوا ندققوا في بعض الامور. استاذه مريم لا سمحتي لي غنتجه عند لاله ايمان. لاله ايمان، الا بغينا نتكلموا على الظاهره يعني في المجتمع الاوروبي، ربما انت كتشتغلي بايطاليا كمساعده اجتماعيه، وبالتالي عندك علاقه مباشره مع النظره الاجتماعيه ومع شنو كيوقع في المجتمع بطبيعه الحال، فاعطينا واحد القراءه على هذا الجانب هذا وكيفاش كيتفاعل معاه المجتمع الاوروبي. هذا موضوع حساس بزاف حيت عدو داخل فيه الطفل الصغير، ملي كيكون خاص بهذا الموضوع كي العواطف ديال الانسان كيلعب دور كبير في هذا الموضوع. داكشي علاش في نفس الوقت كيكونوا مواضيع مختلفه، كي اللي كيقول راه انسان مريض ما كيحش راه ما عارفش اش كيدير، راه يقدر هو نيت داز من في الطفوله ديالو داز من هذه الحاله، طوا داز من نفس التجربه، وفي نفس الوقت كيبغيو يتعاقب على قبل داكشي اللي دار لهاد الطفل. يعني كاين هاد المساله، كاين من جهه كيقولوا راه نيت مريض، ومن جهه اخرى كيبغيو يتعاقب حيت الموضوع حساس حيت كاين طفل صغير.
المشكله هنا هذه النظره، هذه النظره اللي كتلمسيها يعني في البلد اللي انت مقيمه بها في تعاملك مع ملفات مماثله، كتكون هذيك الرغبه في انه يعني يتم العقاب ديال داك الشخص، وفي نفس الوقت كيكون واحد النوع من التعاطف اللي ما محسوش بانه راه مريض خاصو علاج الى غير ذلك. بصح والمشكله هي اللي ملي كيكون شي قضيه ومعروفه الماس ميديا تدخلوا وكلشي كيهضر فيها، بحال العقاب تيكون اكثر من داكشي اللي الواحد يقدر يستاهل. هذا هو الريسكيو، هذا هو داكشي اللي نقدروا نطيحوا فيه، فهمتي؟ اللي ملي كيكون الموضوع ولا مشهور ولا كلشي عارفه وكلشي كيهضر فيه، بحال ما كنبقاوش نشوفوا هذاك الانسان اشنو يستحق. هذاك الانسان الا بغينا حنايا ما نفكروش بالسين بالسين والعين بالعين، حنايا خصنا نفكروا لا ريدوكاسيون، هادشي حنايا اللي كنقولوا، يعني خصنا نشوفوا اشنو يصلح لهذاك الانسان، كيفاش نقدروا نعاقبه، وفي نفس الوقت خاصو يتربى ماشي يتعاقب باش يعاود يرجع لا سوسيتا، فهمتي؟ المشكله هي ملي كنخليو الناس يهضروا في هذا الموضوع هما ما كيفكروش لهادشي، وما كيفكروا خصو يتعاقب، خاصو المهم هو يتعاقب، ما يتسوقوش على داك الشيء اللي خاصو زعما العقاب اللي خاصو ياخذ هذاك الانسان، هما تيفكروا غير المضره اللي دار الطفل. واخا لا لا ايمان، بالنسبه لي يعني المجتمع واضح، بالنسبه للمجتمع الاوروبي انا كنقدر بان عندك صعوبه في التكلم باللغه العربيه لان كي تتقيني الايطاليه، معليش كنستجمعوا معك الفكره. صافي نفهمكم الفكره واضحه. بالنسبه للمجتمع يعني الايطالي كونه مجتمع اوروبي، ربما كاين واحد النوع من الحريه في ممارسه العلاقه الجنسيه، ما كاينش عقيدات يعني خلاف المجتمعات العربيه او بين قوسين المجتمع مع المحافظه. فواش ما كتشوفش بان هذه المساله مرتبطه بالحريه الجنسيه او الكبت الجنسي، ام انها مرتبطه بمشاكل يعني نفسيه او واجتماعيه انطلاقا من تجربتك في بلد اوروبي؟ لا هادشي حنايا ما كنهضروش على لا سوسيتا كيفاش هما تفكروا، حيت البيدوفيلو قانونيا كيقول لك البيدوفيلو خص يكون عنده اكثر من 16 عام، خاص يكون دير علاقة مع شي طفل عنده قل من 5 سنين، عنده قل منه بخمس سنين، خاصو يكون سنوات خاصو يكون عنده 6 شهور وهو كيحس بهاد الرغبة من جهة الطفل، يعني هو خاصو يكون مريض نفسانيا وهو كيحس بالرغبة، أكثر من 6 شهور وهو كيحس بهاد الرغبة. كيكون يقدر يكون راجل ولا مرأة، بحال ماشي زعما ماشي ضروري يكون راجل ولا تكون مرأة، مهم كي تقاربوا الولاد اللي كيكونوا قل من 13 عام، اللي عندهم قل من 13 عام. كاينين شي حالات اللي ما كتعتبرش بيدوفيلو الا كانت علاقة ما بين الدري اللي عنده 12 13 عام ودري اللي عنده 16 17 عام، يقدر في هاد السن يقدروا يكونوا دايرين علاقة وما بجوج باغينا، ولكن في كاع الحالات الاخرين كتسمى بيدوفيلو الا كان دير علاقه واحد عنده اكثر من 16 عام مع وليد صغير، فهمتي؟ في هذه الحالات يعني واخا المجتمع يقدر يكون عقليته متفتحه، المهم في هذا الموضوع القانون واضح الا كانوا وحده من هذه الحوايج بيدوفيليا. نعم واضح. غادي نرجع عندك الا ايمان بعد ما نوقفوا عند بعض النقاط مع الطبيبه ديالنا. لالا ايمان، ملي كنتكلموا على العلاقه الجنسيه في المجتمعات يعني العربيه والمجتمع المغربي، هي علاقه اللي معقده نوعا ما، وربما مع التحرر اللي عايشناه واللي عشناه صبحوا الناس كي انفونتيو دي فونتازم ربما في بعض الاحيان اللي كتكون غير طبيعيه، من شأنها ايضا هاد 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 النوع من الانحرافات الجنسيه اذا صح التعبير. كيتطرح سؤال، شنو هي المتعه اللي يمكن تحقق من علاقه ما بين مغتصب وطفل صغير؟ يعني حتى وان كان هذا المغتصب مع امراه وكاين واحد العلاقه باكراه، ما كتكونش واحد المتعه، ما غيكونش واحد اللذه، ما غيكونش واحد يعني واحد 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 ردود فعل ما بين الاطراف. فما ادراك طفل صغير يستنجد، ربما ما عندوش درايه، ما فاهمش، كيلقى راسو ضحيه وفريسه لشخص اول ما كيفكر من بعد ما كيغتصب
مباشره يمشي انه يقتلو باش يتخلص من الاداه ديال الجريمه ديالو اللي قام بها. الا قلنا بالنسبه للعلاقه اللي كتكون بين شخص كبير وشخص صغير، قلتي قبيله واحد النقطه اللي مهمه، قلتي لي بلي راه ما كتكونش واحد للضم من عند الطفل الصغير، خصنا نعرفوا بلا واخا العلاقه الجنسيه يعني العيش ديال العلاقه الجنسيه كيختلف على حسب السن، ولكن اي اتصال كان بالمناطق الحساسه عند الطفل حتى هي راه كتكون فيها واحد النوع ديال الضم. المشكله انه بالعلاقه بين الكبير والصغير ماشي بحال كما قلتي فاش كتكون عمليه اغتصاب ديال واحد كبير، يعني كما قلتي هذيك عمليه يمكن بعض في اغلب الحالات كيكون فيها واحد العنف ياك. بالنسبه لفاش كنهضوا على شخص بالغ بيدوفيل او لا، لان ماشي اي واحد دار اغتصاب ديال القاصر هو بيدوفيل، يعني راه كاينين عاود اضطرابات نفسيه اللي كتعطينا نفس الحالات، ولكن كما قلت لك بالنسبه لفاش كنهضوا على اغتصاب ديال طفل صغير مع مر في اغلب الحالات ما كيكونش فيها العنف، كيكون فيها يعني انه بالنسبه للشخص اللي دار بهذه العمليه هذه كيكون انه كيوجد هذه العمليه انه كيربح غنقولوا لا كونفيونس، يعني كيدخل في العالم ديال هذاك الطفل الصغير وكيوجد له، حتى انه ذاك الطفل الصغير كيعتبر هذيك العلاقه اللي كتكون فيها كما قلت واحد العلامه الجنسيه كيعتبرها طريقه ديال انه كيوري لي المحبه ديالو وكيغرر به. هادشي علاش كتلقاو انه بزاف ديال الحالات كيكون مسكوت عنها، يعني حتى انه كيكون حالات كيتعاودوا بزاف وكيكونش عندنا علم بهم. هذه نقطه. بالنسبه للشخص اللي كيكون بولو فيولور السيد اللي كان دار العمليه ديال الاعتداء كيف ما كان نوعها، ماشي نقطة فقط ديال الرغبة الجنسية اللي كتكون، فكيف ما قال لك خصنا نشوفوا الماضي ديال هذاك الشخص، شنو اللي خلاه انه كيوصل لانه كيولي بيدوفيل ولا كيولي عنده كيولي كي عنده ديك اللذة ولا الشهوة اللي كيتشهى الاطفال الصغار. راه كاين شي مرات اللي كما كنقولوا بحال العلاقة اللي كنقولوا حنا صفاح القربة، بالنسبة ليه ماشي انه راه هذاك فاش كيتعدى مثلا على الطفل ديالو الابن ديالو ولا البنت ديالو ما كيعتبر انه بالنسبة ليه راه امتداد للجسم ديالو، يعني انه بالنسبه لي انه لقيتو هذيك راه محبه لي وانه راه امتداد لي. كينعاود بالنسبه للناس كبار اللي فاش كيدخلوا في علاقه جنسيه مع اطفال صغار ماشي كتكون قضيه لذه كيف ما كيكون انه كيتحكموا في هذاك الشخص اللي كيكون عنده معاه العلاقه الجنسيه، وهذه حاجه اللي كتكون اما كيحسوا بها مع الاطفال الصغار واما مع واحد السيده اللي عنده واحد المراه بصفه عامه اللي عندهم عليها واحد السلطه، واخا كتكون حتى سلطه معنويه. كاين في حالات اخرى اللي بالنسبه لهم انهم هذيك القوه الجسديه اللي كيكون عندهم بالنسبه للطفل الصغير انهم كيدخلوا معاه فواحد العلاقه اللي كتكون فيها واحد العنف، كتكون هذيك هي اللي اللي عنده في هذا العلاقه اللي مع الطفل الصغير. دونك كيف ما قلت لك هادشي على حسب كتكون حاله لحاله كتختلف شنو هما الاسباب، ولكن كيف ما قلت لك النقطه اللي كتعقد الامور واللي كتخلي انه في بعض الاحيان ما كتكونش كنعرفوا انه كاين مشكل ديال الاعتداء الجنسي على الطفل من الاول. اولا الطفل كيف ما قلت لك فاش كيحس بهذيك اللذة واخا كتكون مختلفة كما قلت لك العدد ديال الكبر كيحس بحال هو راه شريك في هذه العملية، دونك بذلك ما كيقدرش انه يوصلها. ثاني حاجة كيف ما قلت لك انه كتبدا واحد العلاقة اللي كتكون خاصة بينه وبين هذاك الشخص الكبير اللي بالنسبة له الى بلغ بها راه بحال خان الثقة ديال هذاك الشخص الكبير، لانه كما قلتي دير واحد بحال واحد العمل سيكولوجي اللي كيخلي الضحية انه كيعتبروا كيف ما قلت لك انه راه داكشي راه محبة ليه كيخضرش انه يدخل انه هذا يبلغ به. كاين عاوتاني كيف ما قلت لك ما نساوش الدور ديال المجتمع والدور ديال الاسره اللي كنعتبروا انه حشومه من الطابوهات ان الطفل يهضر في هذا الموضوع هذا اللي كيخليه انه تيقبل انه يكون هدف يكون في هذا كما قلت لك النوع ديال العلاقات اللي كيكونوا مضطربه ولا هذا مرضيه. دونك كيف ما قلت لك هادشي كله كيعقد المساله وكيخلي انه راه الطفل واخا كيف ما قلت لك ماشي الحاله اللي كنهضروا عليها الله يرحمه هذا عدنان، ولكن كيف ما قلت حتى الاطفال اللي كيتعرضوا للاعتداء بواحد الطريقه اللي كتكون هذا يعني غنقولوا يعني ريغوليير انه كتوقع لهم في حياتهم بطريقه هذا مستمره ما كيكونش واحد التدخل بواحد السرعه، ولكن كيكون تدخل يعني ولا ما كتعرفش الجريمه حتى كيوصل لسن الرشد ولا حتى كيكبر وكيكون واحد تبعات نفسيه وتبعات اجتماعيه في حياته وتبعات في علاقته مع الشريك ديال الحياه ديالو، عاد كنلقاو بلي راه المشكل كان في الاول ولا كانت علاقه جنسيه اللي كتدخل الاولى ولا كان اعتداء جنسي على هذا. نعم، واكيد انه هادشي كيكون عنده تاثير مباشر يعني على المستقبل والحياه ديال الشخص اللي كيتعرض للاغتصاب. كنسبق يعني وطلعت كتاب يعني حول قصه لشخص اللي تعرض للاغتصاب في الطفوله ديالو، يعني واحد البرمجه للمشاعر قاسيه جدا وصعبه، راه ماشي سهل انه الانسان يمر من هذه التجربه ويقدر يستمر من بعد في الحياه، فعندها تبعيات كبيره وكبيره بزاف على المستوى النفسي. نقدروا نرجعوا لها بطبيعه حال في النقاش دكتورة إيمان. غادي ننتقل عندك أستاذة مريم،
أستاذة مريم ربما نقاشنا غيجرنا شي شوية للمسطرة، يعني من بعد الاختفاء كاينه بعض الأمور قانونية اللي ربما جا الوقت باش نراجعوها. يعني مي كنقولوا واحد الوليد أو لا واحد البنت أو لا واحد الشخص اختفى من وسط العائلة ديالو، خاصة مي كتكون الخصوصية ديال واحد إنسان غير بالغ، بنت قل من 18 عام، ولد قل من 18 عام، طفل مازال مي كنقولوا أكثر من 18 عام يعني بالغ، ما عندوش شي مرض معين، ما عندوش الزايمر أو لا شي مرض اللي يفقد الذاكرة. لكان هذا النوع من تطبيق القانون قد نتقبله، ولكن اليوم لا قدر الله واحد الطفل اختفى، خاصني نمشي عند الشرطه، فهم كيقولوا بانه ما يمكنش تبدا مرحله البحث الا من بعد 48 ساعه الاختفاء. من بعد 48 ساعه الاختفاء كيقوموا يعني بنشر واحد الدوريه على المستوى الوطني بحثا على هذا الطفل هذا. اشنو هي الاجراءات اللي كتقام يعني داخليا؟ انا ما نقدرش نعرفها، ولكن بصفه واضحه للناس هادو هما الاجراءات اللي كدار، وكيقدر يعني تكون بعض التحركات على مستوى الحي على مستوى كذا، وكتبقى بين قوسين هذه وكيتطرح فيها سؤال كبير، وكنتمناو انه الجهات المعنيه تعطينا استفسار مباشر على هاد الطريقه يعني ديال التتبع ديال الحالات المختطفه. الله يحسن العوان، اكيد انه يعني احنا بحاجه اكثر لزياده الموارد الامنيه بطبيعه الحال، كاينه مجموعه من الامور ومجموعه من المتدخلات في هذا الباب هذا، ولكن والامكانيات ومجموعه من الامور كتطرح راسها، ولكن تيطرح السؤال بحال هذه الحاله. الا خدينا الاسقاط ديال عدنان، الولد اختفى مع 3 ونص د العشيه، عمليه الاغتصاب والقتل تمات من 4 ل 6 د العشيه، يعني النفس دو طون كما كنقولوا فوق قصير من مورا السد العشية، يعني مباشرة في هذيك الليلة قام المجرم بالتخلص من الجثة بعد ما نكل بها بطبيعة الحال وتم الدفن ديالها. وهنا كيتطرح السؤال، واش ما كاين حتى شي حد شاف الحفرة؟ واش ما كاين حتى شي حد شاف هذا السيد مخرج ديك الجثة؟ حنا معروف علينا انه كاين جار وجار الجار وكلشي كيرد البال، كيفاش الانسان انه يكون يعني عينه في هذه ما شافتش كتشوف حوايج اخرى؟ كتطرح اسئلة كثيرة، نبغي قراءتك في هذا الجانب هذا استاذه مريم. انا نبدا من الاخر، الجار وجار الجار كيردوا البال الواحد مدخل وحده، ما يردوش البال هذه الامور، ما عرفتش واش الذكوريه اللي كاينه في العقول، زعما سبحان الله ملي كيجيب شي حد شي وحده الجيران كيتشكاو، منين يشوفوا بالغ مدخل شخص غريب، طفل غريب يعني على البيت اللي كيعيش فيه وما يدخلش وما يغياجيش، هذه علامه استفهام كيتحمل فيها المسؤوليه حتى المجتمع اللي كيتدخل في امور لا تعنيه وكيتدخل في الامور اللي كتعنيه. هذه امر كيعنينا حنا، حمايه الاطفال امر يعنينا. مساله اخرى خصنا نعرفوا بان رجعنا الاتفاقيه الدوليه ديال الامم المتحده حقوق الطفل ديال 1989 اللي حددت سن في 18 سنه، يعني اقل من 18 سنه هو طفل كيخضع على الحمايه ديال الاتفاقيه وباقي القوانين ديال الطفوله داكور. ولكن ملي كنرجعوا لبعض التفصيلات لا في القانون المدني ولا في القانون الجنائي كنلقاو واحد التمييز ما بين سن 12 سنه 16 سنه 18 سنه، كاين واحد الاثار، لانه ملي كنقولوا 12 سنه عاد يكون سن التمييز، قل من 12 سنه ما عنده حتى لا رضا لا اراده لا حتى شي حاجه، يعني صغير بزاف. هاد الحاله اللي عندنا اليوم، عندنا طفل قل من 12 سنه، يعني كان وكانت صور كانت صور ديال انه غادي مع واحد الشخص غريب اللي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حتى النظريه ديال عدم التدخل الى بعد 48 ساعه اللي ممكن كتكون في الحالات اللي كيكون اختفاء ديال الاطفال ما بين 16 و 18 سنه، تيكون واحد الاحتمال ان داك 16 مراهق غضب من والديه مشى البنت عند صاحبتها واحد يومين غتبان او لا واحد النهار غتبان، واحد الولد معصب ضرب مع بابا لقاه تيكمي ولا لقاه كيدير شي مشكل تيمشيو كيغبروا، يعني ما كتطلبش الامر انه يكون واحد التدخل فوري، ولكن ملي كيكون الامر يتعلق بطفل اقل من 12 سنه ما كاين لا 48 ساعه ولا 24 ساعه، كان خاص يكون تدخل فوري وسريع جدا، لان هذا ما يمكنش يكون غضبان ولا عنده مشكل ولا مراهق اقل من 12 سنه، يعني ممكن ما يمكنش نتصوروا غضبان ولا غادي عند صاحبه يبات عنده ولا الى غير ذلك، حتى اللي غيبيتو عنده راه مسؤول. دونك راه بزاف ديال علامات استفهام اللي تطرح في عدم التدخل الفوري، ولو ان
في الواقع اللي احنا كنتحدثوا عليها ما بين نشر الاعلان ديال الاختفاء وما بين وقوع الجريمه راه كانت ساعه او ساعه ونصف، يعني راه قليله جدا لانه هو كان قريب من السكن، حتى كون كاع كان تدخل فوري غيكون اللي عطى الله عطى وقعت الفاس في الراس. اللي كاين هو ان ابتداء من هذا الملف الا بغينا نكونوا عمليين، لانه لا يعقل انه نبقاو نتحدثوا دائما بانطباعات وعواطف. راه هذيك العواطف في بعض الاحيان تؤثر حتى في الاسره ديال الضحيه وغتسبب لها ماسي، لانها كتؤدي للتهيج والتشنج ديال الحياه العاديه، وبدات كتحوط ديك العائله باشاعات وهذا مؤذي. الصوره ديال الطفل، انا ضد استعمال صوره الطفل هو ضحيه وهذاك الضحيه عنده عائله اللي كتاثر، واستعمال الصوره بدون اذن تعاقب عليها حتى المشرع في الماده 303 من قانون المسطره الجنائيه. استعمال صورة ديال المشتبه فيه، لأنه ما يمكنليش أنا نسميه اليوم متهم، ولو أنني نقدر نكون مقتنعة بأنه متهم، ولكن مجبرة بصفتي حقوقية ومحامية مجبرة على احترام القانون. اليوم هو عنده صفة ديال المشتبه فيه، لأنه عاد كاينه واحد المطالبة من طرف النيابة العامة اللي حالته على السيد قاضي التحقيق. قاضي التحقيق عنده واحد المراحل باش يخرج بواحد القرار ديال الإحالة اللي غيكون فيه الرأي ديالو أو القرار ديالو ديال المتابعة بناء على فصول معينة في القانون الجنائي، والقانون الجنائي ليس بخيلا في هذا الشأن. يعني كاين نقطك عقوبات للمادة 399 ولا 392 ولا 474 كلها كتهضر على الإعدام اللي كيتحدثوا عليه الناس. بقى النقاش التطبيق ماشي التطبيق، هذاك ماشي هو موضوعنا الآن. موضوعنا هو عدم الإفلات من العقاب، وهو حماية جميع الأطراف بما فيهم الجاني والضحية. علاش ماشي كنقولوا الحماية يعني إفلاته من العقاب أو لك نتعاطفوا معاه؟ راه ما يمكنش انسان اللي عنده بعد اطفال، اللي مثلا ام، انا ام ما يمكنش نتعاطف، بغيت ولا كرهت غادي نلقى العاطفه ديالي مسيطره عليا، ولكن هذا لا يمنع من انه غنستحضر العقل باش نهضر بمنطق. انا ملي كنقول الاحترام او الحمايه ما كنعنيوش الاشخاص، كنعنيو احترام القانون وحمايه القانون، لان هذا القانون فيه مكتسبات. ما غاديش يجي واحد الملف في خطير او بشيع ويجي ملف اخطر منه او اكثر ما بشع منه غنتنازلوا على القانون وعلى القضاء وغنخرجوا نديروا اللي بغينا في الشارع. ما يمكنش، عندنا ضوابط وعندنا ثوابت، ومن الثوابت هو الثبات على المبدا. احنا مادام كمجتمع وعندنا واحد الممثلين ديال الامه اتفقنا هما لسان حالنا على انه يشرعوا قوانين، وهذا كل هو التشريع، وقانون كيمثلنا يعني كينطبق علينا حنا، وافقنا عليه من خلال البرلمان، وافقنا على قانون باش يضبط العلاقات بيناتنا، باش هو اللي يحكم بيناتنا. وبالتالي ما يمكنناش اليوم غادي نجيو نكسروا هاد المكتسبات ونكسروا هاد الميثاق المجتمعي اللي كيربط بيناتنا لا لشيء، لانه انا ما قدرش نتحمل انا شخصيا، انا ما قدرش نتحمل وما قدرش نتصور، ولكن مجبره على احترام الميثاق المجتمعي اللي بيناتنا، على احترام السياسه الجنائيه اللي كاينه قائمه، ولكن هذا لا يمنع من انه هاد الجريمه. وكما قالت الدكتوره، الكثير مسكوت عنه، الكثير مسكوت عنه. اغتصاب أطفال من طرف الآباء داخل الأسر، كاين واحد الآلة كتنتج فضائح. وكما قالت الدكتورة ومشكورة بوضحت هذه المسألة، إذا كان واحد شخص غريب يقدر يبني علاقة تعاطف مع الضحية دياله، فما أحرك بالأب إلا عبر الإبن دياله على ديك العاطفة بديك الطريقة وفهمها له وخلاه سنين متيقها، ونهار اللي غادي يكبر ويوعى غادي يكون عنده واحد السلوك مضطرب، وقدر داك الاضطراب يوصل لحد انتاج الجريمه واللي هو جزء من الظاهره الاجراميه. ونجيو حنا كمجتمع دون النظر الى هذا الماضي ودون التخوف من مستقبل ابشع مما نعيشه اليوم، نبداو نعطيو احكام قيمه دون احترام القانون ودون احترام القضاء. انا ما تنقوش قضاء مثالي، عندنا اخطاء قضائيه، وديك الاخطاء القضائيه هي اللي خلات بعض المنادين بالغاء عقوبه الاعدام يتمسكوا بهذا الالغاء. تيقول لك راه كتبان ادله ديال البراءه بعد 5 أو 10 أو 20 سنة وتيكون الجاني تم قتلوه، كي غنديروا لها؟ يعني كاين اخطاء قضائيه يجب ان يكون القضاء في المستوى، وكاين امور تستوجب التعديل في النصوص القانونيه بما فيها الفصل 500 بما فيها 454، لانه الا رجعنا مثلا الفصل 584 راه تحدثت الاستاذه قبل قليل على هذه القضيه اللي تيكون فيها الرضا. يعني المشرع راه هضر على الرضا ولكن ما وضحوش
مثلا دابا في ايطاليا فهمت بانه كاين واحد التوضيح، حنا عندنا هذاك الفصل 584 كيعتبر بان هاتك عرض بدون عنف هو جنحه، مع العلم انه خاصو يوضح اذا كان الامر كيتعلق ما بين اطفال ما بين 15 حتى 18 سنه، يعني اطفال بيناتهم يمكننا نجنحوه، ولكن باش نجيبو رشيد كيغتصب واحد قل من 12 سنه او كيهتك عرض طفل قل من 12 سنه وتقول لي الرضا، راه قل من 12 سنه ما كايناش الرضا، ولو كاين الرغبه او اللذه، حنا كنهضروا الرضا، الرضا مرتبط بالعقل ما مرتبطش بالجهاز التناسلي. دونك منين نقولوا الرضا يعني هو فكر ووافق. واش ممكن تخيلوا ان الطفل قل من 12 سنه غادي يوافق على علاقه رضائيه؟ راه في حد ذاته اللجوء الى طفل دون الثانية عشر وتمشي تمارس عليه، ما نقلبوش على العنف واش كاين ولا ما كاينش، هي في حد ذاتها عنف، اختيارك الضحيه اقل من 12 سنه في حد ذاتها عنف، لانه ما يمكنناش نتخيلوا علاقه متوازنه او متكافئه باش تقول لي راها غير جنحه ما غاديش ننزلوا عليه اشد العقاب، لان العقوبه من سنتين الى خمس سنوات، وهذا هو اللي خلى بزاف ديال الاراء ديال المواطنات والمواطنين تيدمروا. راه داك البيدوفيل حكموا عليه غير بسنه، علاش حكموا عليه بسنه؟ لان ما داروش ليه الجنايه اللي كتوصل ل 20 سنه اللي مقترنه بالعنف، توصفات على انها بدون عنف. بدون عنف كتعني كتعني الرضا، كتعني الموافقه. حنا كنجيو القانون المدني كنقولوا 12 سنه ما عندوش سن التمييز، كنجيو القانون الجنائي كنقولوا 12 سنه ما عندوش سن التمييز، ما عندوش اهليه، ما عنده حتى حاجه، ورا الاهليه حتى 18 سنه، غير حنا كنهضروا على سن التمييز مختلف على الاهليه. ولكن تقول لي ما عنده حتى شي حاجه، ما يمكنش نهضروا على الرضا. وفي الجنس سبحان الله كتولي تقول لي بدون عنف غير جنحه، وهذاك راه دمرات حياته. الطفل اللي تعرض لاعتداءات جنسيه وسورتو هو صغير بزاف تهرسات حياته، اش بقى عنده من مستقبل هذا الا ما كانش على الاقل نكتشفه؟ هنا هذه حتى الاسر مسؤوله، نكتشفه باش نقدو نعالجو باش نقدو نصلحو. المؤسسات التعليميه حتى هي مسؤوله، خاصها تكون عندها اليات ويكون عندهم تكوين من اجل رصد مثل هذه الحالات، الطفل عنده سلوك يختلف عن باقي الاطفال، او طفل اللي كيجي للمدرسه بواحد النفسيه مضطربه، والدكتوره راه عارفه هذا الشيء اكثر مني. هادو اليات لا ديال الاسره ولا المدرسه اللي تيكونوا مرتبطين عندهم واحد الصله بداك الطفل بشكل كبير يقدروا ديتيكتيو هذا الشيء. علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه الا قدينا نديتيكتيو هاد الحالات على الاقل كنضمنوا اولا العداله في العقاب، كلشي تعاقب، ماشي شي كيتعاقب حيت تفضح وشي ما تفضحش ما تعاقبش. ثانيا كنضمنوا اننا نحدوا من تطور وتنامي الظاهره الاجراميه من المنابع، باش ما يطلعناش انسان عنده سلوك مضطرب يقدر يدير ويقدر ما يديرش، كتبقى مسائل علامات استفهام كلها مطروحه، والامكانيات كذلك كلها مطروحه. نعم نعم، لا سمحتي لي غنتقل عند لالا ايمان، غادي نرجع ليك في مجال العمل ديالك بطبيعه الحال وفي ارتباطك مع الحالات الاجتماعيه، يعني كيفاش كيتم التتبع ديال القضايا المشابهه لهذه القضيه اللي كنتكلموا عليها اليوم، سواء الشخص المغتصب او لا المغتصب؟ حنايا هنايا في الطاليان بعدا كاينه واحد النقطه اللي كيخدموا بزاف في البريفينسيوني، بريفينسيوني يعني كيبغيو يخدموا قبل ما يوقعوا هاد الحالات، وقايه كتكون نوع من الوقايه. كاينين سونتر، كاين واحد في فرنسا، كاينين جمعيات، كاينين بزاف ديال الجمعيات هنايا، وكاين واحد بعدا معروف بزاف في فرنسا اللي كيقراو هما كيحفظوا، كاينين اساتذه كيحفظوا على هاد الحالات باش يقدروا يخدموا مع هاد الانسان قبل ما يوصل، قبل ما يوصل الاغتصاب، ولا قبل ما يوصل حنايا كنقولوا لك شعو داك الشخص اللي كيعاني من هذا الاضطراب انه يلتحق بهذه الجمعيات باش نعتقوا داكشي اللي ممكن يتعتق قبل ما يتطور ويعطينا حالات اخرى. ما يتطور حنايا هادشي كنقولوا ليه بريفينسيوني. حنا في الخدمه ديالنا في هذه الحالات تنخدموا مع الدري الصغير، هنا بعدا قانونيا ما يمكنش الدري الصغير اللي تعرف سميتو لا نشوفو صورتو. الدري الصغير اللي كيعاني من هادشي خاصو حتى واحد ما يعرفو، يعني هادشي خاصو يبقى سري باش ما يضرش النفسيه ديالو. وكنخدمو مع الطفل خاصو يتبع، كيديرو كاع بروجيكت يتبع مع لا سيكولوجا يتبع، وهنايا كيلعبو دور مهم الوالدين، الوالدين خاصهم يتبعوا مع الدري. هادشي في حالات ماشي واحد من الوالدين اللي
لي حيت هنايا يقدر هاد الحالات نعرفوهم حيت متبعين مع الطفل بزاف في المدرسة، متبعين مع المعلمات، خاصة تقيد سبور، غير كتبان لينا شي عائلة شوية زعما سادين عليهم كيبداو لاسيستانت سوشيال متبعين معاهم يشوفوا كيفاش. علاش هنايا مع الطفل متبعين معاه بزاف، يعني ما كنقولش ساهل، ولكن عندنا لي بروبابيليتي اكثر باش نعرفوا واش هذا الشيء يقدر يكون واقع في العائله. وكيداروا بروجيكت مع الدري الصغير، ما حتى واحد ما خصو يعرف، ولكن ضروري الدري الصغير يتبع باش هذا الشيء ما يوقعش، باش ما يتطورش النفسيه ديالو. كتبقى طبيعي غادي تبقى شي عقده، ولكن خصو كيف كنت نقول قبيله نخدمه في لا بريفنسيون باش هو ما يوصلش لشي عقده من يكبر. وفي حاله اللي اختصب بحال بحال حنايا السيرفيس سوشيال كنعاملوا كل شيء كيف مجرم ماشي مجرم، اي واحد عنده لا بوسيبيليتي يطلب المعاونه، وكل شيء عنده الحق التعاون. حنايا ماشي كنقولوا لا انت ما تستاهلش، داكشي علاش انا كنت نقول اللي كنت بغيت نقول قبيله هي اللي المشكله مني. المجتمع كيبغي يعطي الراي ديالو وكيبغي يحكم هو، كيقول بلا داك الانسان ما يستاهلش. حنايا قانونيا ماشي هادشي اللي بغينا نتبعو، قانونيا اي واحد خاصو يسر ريدوكاتور هو يعاود يتربى، ماشي انا كنرسلو الحبس غير باش يتعاقب. لا، من يدخل الحبس خاص يتبعو معاه، خاص ريفارا لا ريدوكاتسيون، نوصلو ريدوكاتسيون ديالو، يعني اعاده التهذيب والتربيه. تماما، باش عاود اللي ينسريما انت لسوشيطا باش يعاود يدخل لسوشيطا يتبع، المهم يتعالج وكل شي، نديرو معاهم بروجاتو. ولكن يعني تاوا ما غاديش ماشي لا انت درتي داكشي اللي درتي صافي ما تستاهل حتى حاجه. لا، قانونيا اي واحد يستاهل المعاونه. ولا سوشيطا كاين اللي كيقول لك متفقين، كاين اللي كيقول لا، ولكن هنايا في اي حاجه تغلب القانون. حنايا هنايا كنتبعوا حنا سيرفيس سوشيال كنقولوا بغيتي كرهتي، المهم هذا الشيء هو اللي كاين. ما كنخليوش يعني في المجتمع الايطالي اللي خدينا كنموذج مفروض المتابعه الاجتماعيه والنفسيه للاسر بصفه عامه. يعني داك الطفل كيكون هو كما كنقولوا الساروت اللي كيحل البيبان، ولكن المتابعه للاسره ضروريه، والتفاصيل اللي كتعيشها الاسره وحق كل فرد في انه يكون عايش في ظروف اللي هي سليمه. حيت هاد الشيء كيوصل كل هاد القضيات كيوصلوا للتريبونال ديال المينور، يعني التريبونال هو المحكمه ديال الطفل الصغير، وكيجي المانداتو من عند الجوديتش، القاضي كيحكم. يعني الا جا المانداتو من عند الجوديتش كيوصل لينا حنايا سيرفيس سوشيال اللي عندنا حنايا فين كنخدموا لاسيستانت سوشيال، ملي كيوصل الوالدين ما يمكنش ليهم يرفضوا، لا الدري ما يمكنش لي يقول لك لا والدي حنا ما بغيناش نتبعوا، لا بغينا نتبعوا، حتى واحد ما يمكن لي يفرض يقول لك لا ما بغيتش. ملي كيوصل مانداتو من عند القاضي خاصو يطبق هذاك الشيء اللي مكتوب، خاصو يدار. يعني ما يمكنش قوه القانون. تماما. احنا اكيد مازال معك ايمان، وربما كنستلهموا بعض الامور اللي هي مهمه واللي كيخص نفكروا فيها كتطبيق. جميل جدا انه تكون هذه الامور هذه في مجتمعنا، خاصه وانه عدد كبير من تبارك الله من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اللي هما اليوم اصبحوا حاضرين في المجتمع المغربي، ربما يكون عندهم دور كبير في هذا الباب. هذا غادي ننتقل عندك لاله ايمان. يعني دكتوره، كثير من الناس كيشوفوا الظاهره بواحد العين ديال مغتصب، لأكيد أنه مر من هذه التجربة وأكيد أنه عايش هذه التجربة هذه باش يجي يطبقها في الكبر ديالو. وكاين واحد الفئة اللي للأسف أثناء متابعتنا إلى خدينا النموذج القضية ديال هذا الأسبوع هذا، كاين بعض الناس اللي يتهموا المرأة، قالوا بأنه نظرا لما كتلبسوا المرأة وكتهتم براسها، المكياج اللي كدير، شكل باش كتخرج للشارع، كتهيج وكثير الرجل، الشيء اللي يمكن انه يخليه الى ما قدش على المراه يمشي للدراري الصغار بديك الطريقه. على اي حال ما بغيتش نعطي رايي في هذا الموضوع حيت غيكون شويه قاصح، خاصني نبقى ملتزمه بنوع من الحياديه، ولكن نبغي نعرف قراءتك واش كاين ارتباط ما بين هيجان الرجل تجاه المراه
والبيدوفيليا او انه يفكر في انه يمارس هذا النوع من المكبوتات على طفل صغير. غنجي واحد النقطه المهمه فاش كنهضروا على البروفيل يعني الاشكال ديال المغتصبين بطريقه بشكل عام اشكال المغتصبين راه كيختلفوا يعني ما نهضروش بلا بالنسبه اللي كيختار يغتصب الاطفال ولا اللي كيختار يغتصب الاولاد ديالو الاطفال ديالو اللي كيختار يغتصب المراه راه كيكونوا اشكال كما قال لك يعني بروفيل بسيكولوجيك اشكال نفسيه اللي كتكون لا مشاكل نفسيه اللي كتكون مختلفه ما نقدروش نعطيو نفس الصيغه النفسيه اللي هم كاملين. بالنسبه لهذه القضيه اللي كنقولوا حنايا ديال انه راه يمكن انه بحال نقدروا نقولوا تمييع يمكن العلاقات الجنسيه اللي ولات انه يمكن ولات يمكن شي مرات كنقولوا خارج الروابط هذا الشيء اللي كيقولوا انه سبب يمكن انه وصل حالات ديال الاغتصاب ولكن بالنسبه لعلم النفس هذا ماشي هو السبب كيف ما قلت لك اللي كيؤدي لهذا النوع ديال السلوكات ولا المتطرفه ولا اللي كتؤدي لهم كما قلت حتى بالنسبه لهذا الجرائم. دائما كنأكد على هذه النقطه ديال انه راه كاين فرق بين واحد السلوك انحرافي جنسي وبين الاجرام هادو جوج الحاجات مختلفين. الا قلت لك سكينه بالنسبه انه الناس اللي كيعتبروا انه كيف ما قلتي النظره انه يشوف المراه مثلا كسلعه او كجسم انه عنده الحق انه يتشهاها هذا راه ما عندوش فيها الحق راه هذا سلوك غير صحي اصلا فاش كنهضروا على انه تيعطي واحد الحق لراسو انه فقط لانها مراه وما كيعرفهاش وما عندوش بها حتى علاقه انه راه ما حقوش تشهاها لان ماشي هذه حاجه منتشره عندنا في المجتمع انه راه حاجه اللي طبيعيه بالعكس هذا راه واحد المشكل كما قال لك انحرافي وحنا ما كنعتبروه فيه مشكل حتى كيوصل للجريمة وكيوصل لحاله الاغتصاب. غنرجع لواحد الحاجه نفس الحاجه كنطبقوها بالنسبه للبيدوفيليا واشتهاء الاطفال هو سلوك انحرافي يقدر يكون ما حضرش بحاله بحال اشتهاء المراه يقدر انه يكون الحاله تقل ولكن راه حتى هو سلوك انحرافي وحاله مرضيه وفاش كيوصل لحاله ديال الاغتصاب او التحرش او غيرها عاد كنهضروا على الشكل الاجرامي كما قلت لك الا كانت هذه الصيغه الاولى ولا الصيغه الثانيه راه تابعه بزاف المتغيرات اللي كيف ما قلت لك مجتمعيه تابعه المشكل اللي تعرض يمكن في الاول انه فاش كانت ولات عندنا الوسائل ديال الاعلام ويمكن وسائل الاشهار وغيرهم هذيك الصوره اللي كانت تعطات للمراه والطفل بحال سلعه بحال طريقه انه كتجذب الانتباه بها الشخص هذا الراجل ولا هذا السيد اللي كيشوف مثلا افلام ولا كيشوف اشهارات ولا غيرهم وكيشوف فيهم كانها من السلعه اللي كتباع كتمثل معها الصوره ديال المراه جميله او الطفل الصغير صغير زوين دونك ما تيعرفش كيما نقول واش يشتهي هذاك المنتوج ولا يشتهي هذه المراه ولا هذا الطفل الصغير هادشي كينتج عنده واحد السلوكات كما قلت انحرافي وكيف ما قلتي قبل واحد دي فونتازم اللي هما باثولوجيك يعني واحد غنقولوا حنا واحد الطريقه ديال الاشتهاء اللي منحرفه وغير هذا طبيعيه كاين كيف ما قلت لك المشكل ديال انه العلاقات كيف ما قلت لك بين الطرفين يعني بصفه عامه حنا كنقولوا بين المراه وهذا والرجل انه تغييرات غنقولوا لي باس ديالها تغييرات للقواعد ديالها ملي كتبنى قبل انه كتبتام علاقه سليمه انه كتبدا بالمحبه وبالاحترام وبالوده والتفاهم والتكافؤ وبزاف الحاجات انا ولات دابا كنمشيو للحاجه ديال السرعه اللي هي اول حاجه كيكون الاشتهاء والعلاقه الجنسيه ماشي خطا المراه ولكن كيف ما قالت لك ولات هذه داخله في الكود سوسيال ديالنا يعني كما قالت لك ولات داخله في التوابيت الاجتماعيه ديالنا اللي كان فيها بزاف اللي كان تابع بزاف ديال التغييرات كما قال لك طريقه العيش يعني الثقافات اللي ولات كما قال لك غادي في السرعه غادي في كل ما هو عنيف غادي في كل ما هو يمكن اكستريم كنمشيو للحاجات اللي كيكونوا في الهدف اللي اكستريم هادشي اللي خلى كيف ما قالت لك العلاقات الاجتماعيه بصفه عامه كتبدل ونتيجه عنها انه كما قالت لك الانسان اختيارات الجنسيه ديالو حتى هي راه كان فيها واحد التغيير ولا بدا ما كتكون نتيجه انه كيخرج واحد السلوكات انحرافيه كتبانو اكثر. نقطه مهمه اخرى هو اللي ولات دابا متوفره بواحد الطريقه كبيره هما الافلام البورنوغرافيه واللي ولاو لانه تيكون عندهم يعني تيبدا واحد السن صغير بزاف يعني تقريبا راه دابا كنهضروا على الاطفال ديال الاول مره كيشوفوا مثلا لي برودوي بورنوغرافيك كيبداو في سن ديال 12 سنه 11 سنه دونك فاش كيشوفوا كيف ما قالت لك واحد علاقه جنسيه في الاول اللي مبني عليها العنف ولا مبني عليها كما قالت لك السيطره ولا مبنيه كما قالت لك على واحد الاسس مرضيه حاجه عاديه داك المثال كيقولوا هما كيبنيو عليه من بعد الحياه الجنسيه ديالها والهويه الجنسيه ديالهم كيعتبروا هذيك هي الطريقه ديال باش يعيشوا من بعد الحياه الجنسيه وكنلقاهم في السن ديال الرشد ولا فاش كيكبروا انهم كيحاولوا ديما كيبقاو فيكسي في هذاك الشيء اللي كانوا شافوه وهما صغار وكيعاودوا انهم كيطبقوا فاش كيكونوا هذا كبار. دونك كيف ما قال لك المشكله ماشي في اللباس ديال المراه المشكله في اعمق من ذلك
بزاف ديال التغيرات المجتمعيه مرتبطه بالبلاد ومرتبطه كما قلت التغيرات اللي غنقولوا حنايا عالميه اللي كانوا تشابكوا في بيناتهم واللي خلاو انهم ولاو كيعنا هاد السلوكات المنحرفه اللي ولاو كيبانوا بواحد الطريقه اكبر. نعم دكتوره، السؤال العريض اللي تطرح خلال هاد يعني اثاره هذا الموضوع هو كيفاش نحمي ولادنا، لانه كثير من الناس ربما بداو كيطرحوا السؤال. انا شخصيا كنقول بانه اليوم في مجتمعنا راه صعيب نخلي ولادنا يخرجوا يتسخروا. كتلقى بنيسة عندها 5 سنين 6 سنين 7 سنين خرج للحانوت بعض الاحيان يعني ما عرفاش حتى فين غادا باش مشي تجيب لما شي حاجه من الدار وما كاينش واحد التخوف. كتقدر تلقى يعني واحد النوع من كيقول لا واخا خصني نحرشو خصو يخرج يلعب في الزنقه خصو كذا خصو كذا خصو كذا. كاين اللي تيقول لك لا انا ولادي خصني نبقى شاد عليهم ما يمكنش نطلقهم للزنقه ما يمكنش يلعبوا في الزنقه الى غير ذلك. لا وانت غتخرج عليه ما غيخرجش جمع راسو ما غيخرجش قادر على راسو الى غير ذلك. بصدق عدد من الاباء والامهات تلفوا ما بقاو عرفوا اشنو يشدوا، واش يطلقوا الزنقه ولا يشدوا في الدار ولا ما بين البينين ولا شنو خاصهم يديروا بالضبط. باش نهضروا على هذه النقطه ديال الحمايه السكينه كاين فيها جوج نقاط مهمه بزاف. اولا الحمايه ديال الطفل، وثانيا بالنسبه للاشخاص كما قال لك لي بيدوفيل لا اللي كانوا قاموا بعمل اجرامي ولا اللي ما قاموش به، اننا خصنا نكونوا دايرينهم واحد الطريقه كما قالت بالنسبه للايمان اللي كاينه كتهضر من ديال الايطاليه، انه كاين واحد القضيه مهمه هو المتابعه المواكبه النفسيه بالنسبه لهم، لانه كاين ما يدار في هذا الموضوع. الا بدينا اولا كما قلتي بالنسبه للطفل، الطفل ما يمكنش اننا نحرمه انه يعيش حياته بواحد الطريقه طبيعيه، ما نقدروش نحرموه من الحريه ديالو، ما نقدروش اننا نوفروا ليه الحمايه على حسب كيف ما قلت لي بالميسمو على حسب انه يعيش واحد الحياه سليمه وطبيعيه. ولكن كاين واحد الدور كنلعبوه بزاف على بزاف المستويات، كنهضروا على دور الاسره، كنهضروا على دور المجتمع، كنهضروا على دور وسائل الاعلام، كنهضروا على دور المدرسه، باش اننا كنمدوا ليه يد المساعده وكنوفروا ليه ما يسمى بالتربيه الجنسيه اللي كتختلف على حسب السن ديال الطفل، باش كندوزوا ليه واحد القواعد اللي كيضمنوا ما غنقولوش 100% ما غنقولوش كيحميو 100% ولكن على الاقل كيعاونوا الطفل باش اول حاجه انه كيعرف امتى يطلب التدخل ديال شي واحد انه يقدر يعاونو، وثاني حاجه كيعرف كيفاش انه امتى يوقف العلاقه ولا كيوقف هذاك الشخص اللي كيحاول انه يبني معاه واحد العلاقه هذا مرضيه، وثالث حاجه انه يعرف يكون عنده ما يبقاش من الطابوهات انه يهضر في هذا الموضوع، ولا كان طايح مثلا في مشكله بحال هذه انه يقدر يتوجه لشخص كبير اما من الاسره ديالو ولا من المدرسه ديالو ولا اي شخص كيدير فيه الثقه باش انه يوفر ليه الحمايه ديالو. كما قال لك حنا لحد الان باقي عندنا مشكل ديال اننا الوليدات ندوزو لهم الثقافه الجنسيه، لان كما قلت لك نعتبروها من التابوهات، ما كنعلموهمش من الصغر بان راه الجسم ديالهم راه ما عندش شي واحد اخر الحق انه يقيسو من غير هذا الطلب ديالهم، انه ما عندش اي حق يقيس مثلا اللي كنقولوا حنا لي زون انتيم يعني المناطق الحساسه ديالهم، حتى الا كانوا الوالدين ديالهم ولا الناس الاقارب ديالهم، انه حتى كما قلت لك الثقافه ان حنا ديال ان الجسم ديال الطفل انه كلشي عنده الحق يبوسو ولا يعنقو في الشارع ما فاش كيكون خارج طفل صغير كلشي ما عنده الحق يقيسو، هادشي بالموافقه ديال الوالدين ديالو، هادشي اللي كيخلي واحد اللبس عند الطفل ما كيعرفش امتى خصو يوقف هذا الشخص الاخر. فاش الطفل كيف ما قال لك ما كنوجدوش ولا كنبقاو مثلا فاش كيجي هو كيهضر معنا انه راه كاين مثلا واحد الشخص اللي دار مع واحد السلوك اللي بالنسبه ليه مريب، وحنا في بلاصه ما نقلبوا اننا نحلوا معاه باب الحوار ونفهموا منه شنو واقع، كنسد معاه هذا باب الحوار وكنقول ليه لا حشومه وسكت، خاصه فاش كنهضروا كما قلت لك على سفاح القربه، فاش كنهضروا على شي واحد اللي كيكون في المحيط ديال الطفل كيوليو في بلاصه ما يكون الطفل كنعتبروه كضحيه، كنعتبروه بحال مشارك ولا كنعتبروه بلي راه هو اللي غادي يخرج على على حياه ديال شخص اخر. كنقولوا هذاك الطفل بحال حالو نتا راه غادي يكبر وانت الوغ لا راه كنخلقوا شخص مضطرب نفسيا وشخص اللي ممكن من بعد انه يدي بهذا الشيء انه يرتكب جريمه في حق نفسه في حق المجتمع في حق الشريك الحياه ديالو في حق اطفال وغيرهم. عاد كما قلت واحد النقطه اللي بالنسبه لي مهمه هو بالنسبه للشخص لو بيدوفيل، حنا عندنا في المغرب كما قلت لك هذه الكلمه هذه ما يمكنش شي واحد تكون عنده الجراه انه يهضر فيها ولا يقول لا هو بيدوفيل ولا يقلب على الحمايه ولا يقلب على العلاج. علاش؟ حيت كما قلت واحد الوصمه ديال العار اللي كتخلي الشخص كيحس بواحد لو روجي خاص ما ندو ليه يد المساعده. جوج الحاجات كاين سكينة الناس اللي بيدوفيل وما عمرهم ما وصلوا انهم داروا واحد الفعل الاجرامي، خصنا نوجدوا لهم المواكبه النفسيه، خصهم نوجدوا لهم كما قلت لك انا نحميو بالسريه العلاج النفسي ديالهم، خصنا كما قال لك طرق اللي اثبتت النجاعه ديالنا في الدول فعلا على الخارج والحل على خارج المغرب، وللحمد لله مئات ديال الحالات اللي ما غنقولوش كيتعالجوا 100%
ولكن على الاقل كيكون الضبط ديال هذاك السلوك المرضي ديالو وما كيديش بهم هذا الجريمه. هذا كما قال لك حاله وقائيه اوليه. كاين الحاله الوقائيه الثانويه اللي فاش كنقولوا انه اشخاص مثلا انه تحاكموا على قبل المشكل ديال التحرش الجنسي ولا اغتصاب اطفال ولا غيرهم، انهم كيدوزوا واحد الوقت في المؤسسات الجسمية هذا السجن وكيخرجوا ما كيكونش في سجنيه وما كيكونش في الاخر ما استفدوش في هذيك الفتره كما قال لك لا من تاهيل لا اجتماعي ولا من مواكبه نفسيه ولا حتى مواكبه اجتماعيه، وفي الاخر هذا الشخص الحاجه العادي انه غيعاود يطيح في نفس المشكله. الوغ عاده كما قلنا الهدف من انه كتكون واحد الفتره اللي كيدوزها في السجن هي باش اننا كنكونوا كنديروا التصحيح ديال المسار ديال هذا الشخص وكنحلوا باش يكون صح حتى الى دخل المجتمع مره اخرى انه يكون يقدر انه يكون شخص صالح. هادشي كله حنايا ما عندناش. بالنسبه فاش كنهضروا كما قال لك التربيه الجنسيه عند الاطفال راه ما كدوزش غير في المدرسه، كدوز كما قال لك من وسائل الاعلام من حتى اللي غنقدروا نقول حتى من لي ميساج اللي كندوزوا في الاعلام. فاش كما قال لك كنختاروا كما قال لك غير بحاجه بسيطه من الاشهارات كما قلت لكم من الصور اللي كنعطيو للطفل فاش كنحطوه دي كسلعه كنحطوا الطفل يعني طفل زوين اشقر كنجيبوا حنايا نشوف الاشارات ديالو في المغرب وكنشوفوهم كسلعه اللي كنحطوا كيف ما قال لك كيشوفوا. هادشي راه كيخلي الاشخاص اللي كاين عندهم واحد الهشاشه نفسيه في انهم كيولوا عندهم دي فونتازم تيكونوا متعلقين هذا بالاطفال. دونك هادشي كما قلت لكم منظومه خاصها تخدم على بزاف ديال المستويات من الاسره والمجتمع والناس اللي كما قلت لك على الاعلان وغير حتى كما قلت لك بالنسبه للناس اللي مسؤولين كما قلت لك على القضاء باش كنحكموا على الشخص ما كنوقفوش على اننا نسجنوه وانما كتكون مواكبه نفسيه. الا ما كانش مواكبه نفسيه فاحنا ما كنبنيو فيه الا مجرم غسيدي فيه اللي غادي يخرج ويعاود عاوتاني نفس المشكل مره اخرى. اكيد كوني متاكده فيها 100% ما كانش واحد التدخل. نعم وبصراحة ما أسخيتش بكم، نقاش ممتع وشيق وبقى بزاف ما يتقال فيه ولكن وقت البرنامج كيضبطنا. نبغي ختاما يعني أستاذة مريم رسالتك المباشرة تفضلي. رسالتي المباشرة هو أنه نحدو من مسألة التطبيع مع العنف. هذه أزمة ديال القيم كيعيش المجتمع وغادي كيطبع مع العنف، ردود الافعال العنيفه، تفكير عنيف، حتى النقاش عنيف، يعني حتى اختلاف وجهات النظر اليوم ولينا كنعالجوها بعنف. انا كنتمنى ان الرساله ديالي توصل. ارجو كل مستمع ومستمعه ان يحد من التطبع مع العنف لانه بالعنف ما غنوصلوش النتائج اللي كنا كنبغيو. هذا الوطن كنا كنبغيو، هذه البلاد كنبغيو، هذا المجتمع الدائره الاجراميه غنحاربوها من المنبع. وبطبيعه الحال المحطات الاخرى عندها مختصين وعندها اجهزه وما عندناش حنا فراغ، راه كاين قانون وكاين قضاء وكاين مؤسسات ولكن مازال خصنا مجهود ومجهود اكبر ولا سيما مع علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء ديال علم الاجرام وعلم الضحيه. وشكرا. شكرا لك. نتجه عند للا إيمان. للا إيمان رسالتك المباشرة تفضلي. رسالتي هي يتفتح عقلي، خاصنا كاملين نتعلموا نتفتحوا عقلي، نشوفوا تاع بلايص اخرين، نكتشفوا نشوفوا شنو يقدر يفيدنا. بالنسبة لي انا هذا اللقاء ديال اليوم مزيان باش نشوفوا تاع بلاد اخرين اش توقع فيه، كيفاش القوانين كاينين تما وكيفاش الاجتماع كيفاش لا رياكسيون ديال الاجتماع مع المشاكل. كنشوفو يقدر يكون شي حاجه بوزيتيفه شي حاجه نيجاتيفه، نحاولوا ولكن نفتحوا العقليه ديالنا ناخذ غير الحوايج الزوينين. الله يعطيك الصحه وشكرا جزيلا لك على الرساله ديالك. دكتوره ايمان رسالتك المباشره تفضلي. تلقى الرسالة الأخيرة اللي كتبان لي مهمة بزاف هي ما نساوش الدور ديال التربية الجنسية، لأن هذيك الدور كما قال لك ديال الوقاية بالنسبة للأطفال ديالنا. تنتمنى أنه ما يبقاش كما قال لك هذا الموضوع ديال الجنس عندنا من طابوهات، باش كما قلت لك بالنسبة للشخص اللي كيكون ضحية وخاصة بالنسبة للأطفال كنحلوا لهم المجال وكنفتحوا لهم الباب بأنهم ما يبقاوش كما قال لك يطولوا مثلا في واحد التجربة اللي كتكون قاسية في بلاصة ما أنهم يعيشوها مرة، ويمكن أنه تيكون تدخل لا ديال الاسره ولا ديال المجتمع ولا ديال القضاء ولا ديال هذا الصحه النفسيه باش انهم يعتقوا هذاك الطفل. كنخليو انه الطفل كيتمادى كيف ما قلت لك هذاك المشكل وكيبقى عايش فيه حتى انه كيكون باش اننا نستر ونعاونو ونديرو ليه اون ريباراسيون كتولي صعيبه بزاف وكيبقى مسكين هذا الشخص عنده واحد الاداء نفسي كيبقى معاه طيله الحياه. فكنتمنى انه العقليه تتغير وان هذه الحوادث اللي وقعات ما نطيحوش نسوا من هنايا واحد شهر ولا شهرين ونكملوا حياتنا، يا واحد الاساس باش نبنيو عليه واحد الطريقه صحيحه اللي غادي تنفع المجتمع كامل.
كنشكركم جزيل الشكر ضيفتي الكريمات، كان نقاش ممتع جدا برفقتكم. كنبغي نشكر طبعا الحال الاستاذه مريم جمال الادريسي محاميه فاعله حقوقيه استاذه باحثه في العلوم القانونيه على المشاركه الطيبه، شكرا جزيلا لك استاذه مريم. كنبغي نشكر ايضا للا ايمان هدلاموس وهي مساعده اجتماعيه بايطاليا، تشرفت بالمعرفه ديالك، كان نقاش ممتع جدا معك، شكرا لك على الصوره اللي عكستي بتلقائيه وبفطره راقيه جدا، شكرا جزيلا لك. كنشكر ايضا الدكتوره ايمان اخير وهي طبيبه اطفال او طبيبه نفسيه للاطفال، شكرا جزيلا لكنا على هذا النقاش اللي ربطوا معنا اليوم، الله يخطيكم، شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام، احنا اليوم امام ظاهره قد تتنامى لما هو أسوأ الى ما درناش واحد الوقفه حقيقيه مع انفسنا. اليوم احنا ما مطالبينش باحكام قيمه، اليوم احنا مطالبين بحلول، حلول جذريه، لانه الابعاد النفسيه والجنسيه في المجتمع المغربي اليوم كتفرض التطور ديالها، ولكن احنا كنحاولوا اننا نشدوا ونقبطوا في انه ما نطوروش معها. اليوم في مجتمعنا محتاجين لانه نعترفوا باشكالاتنا النفسيه ونعترفوا بضروره المتابعه النفسيه ديال كل واحد فينا على حده، ماشي بالضروري حتى نوصل الامراض، وانما بعض الاحيان احنا محتاجين المواكبه الطبيه مباشره بعد اضطرابات او مشاكل كنمروا منها، فكنحتاجوا الاخصائي النفسي اللي يوقف معنا، وهذا الشيء ماشي عيب. اليوم مجتمعنا مطالب انه يفتح نقاش مباشر حول التربيه الجنسيه، ما بقاش خاصو يكون الحشومه والعيب، لانه تنخلي ولادنا يمشيو يعرفوا الحشومه والعيب بطريقتهم، اولا كنخليهم يعرفوا المعلومه الغلطه. اليوم مدارسنا خاصة تنفتح على التربية الجنسية، وأطفالنا وعلاقتنا معهم خاصة تنفتح على هذا المجال حسب السن ديالهم، نفسروا لولادنا ونعرفوهم الحدود ديال الجسم ديالهم والتطورات ديال الجسم ديالهم وشنو اللي ممنوع أنه يتقاس في الجسم ديالهم. العيب والحشومة هو نشوفوا بحال هذه الحوادث كتنامى في مجتمعنا. اليوم عشنا القصة ديال طفل عدنان مع تحفظ ضيوفي عن ذكر الاسم، ولكن القضية فرضت نفسها وفرضت الحضور ديالها. لكن سؤال، كثير من الأطفال مروا من تجربة ديال عدنان، وربما جايين أطفال أخرين اللي يقدروا يمروا من تجربة أسوأ من تجربة اللي مر منها عدنان. مشاعرنا الإنسانية حملتنا في هذه اللحظات، ترنا، عطينا آراء، تقلقنا، إحساس الأمومة والأبوة اختلف من واحد لواحد وبرز بصورة اللي كانت واضحة خلال هذه الأيام، ولكن هي ما هي إلا أيام، غدوز القصة وغادي نساوها وغيبقى والديه هما اللي كيتذكروا القصة. تكريما لهذا الطفل هذا، اليوم احنا مطالبين بإيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة مشاهدينا الكرام. كنبغي نشكر كريم نايسي رافقنا اليوم في الإخراج والإشراف التقني، أيضا يونس وحيدي وإسماعيل كحلاوي في الجرافيزم. كنشكر محمد مبارك في إعداد الحلقة ومساعدة إعداد الحلقة. شكرا لكم أوفياءنا الكرام، أعود وألقاكم الأربعاء المقبل، ليلة سعيدة وإلى اللقاء.